شوفي كل شيء نتنازل عن الرفاهيات من نعم الله، وجود الخدم هذه من نعمة ربي اللي ربي أنعمها على الحريم، لكن كل شيء يعني استغليه واتكلي عليه إلا في تربية الأبناء. صح، لا تتكلين على الخدم في أي ما شيء، لا في منام ما تخليهم عندك، التربية مسؤولية. التربية مسؤولية، وش كيف التربية؟ لا، في المنام، في طلعات اللي ما لها داعي، هذه كلها لا مسؤولية تسألتي، مسؤولية أما أني أطلع مثلا يمين ويسار ومسايير وتوجيب ناس وروح وجية بدون الأطفال دائم 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 مع الخدم، لا هذه مسؤولية كبيرة، لأنهم يأخذون طبعهم يأخذون كل شيء. الدين الإسلامي متى أمر بأمر الصلاة؟ من 7 سنين، متى أمر بالشدة عليها؟ عشر سنين. معناها العمر هذا عمر أساسي لترسيخ القيام، المبادئ، التوجيه، التربية. فصعبة أن الخادمة تجي تقول لا هذا غلط، لا هذه اللبس غلط، ألبسي كذا زيني كذا، لا ما يعني أنه مثل وجه عيالنا أثناء اللبس، أثناء النوم، أثناء الأكل، إذا هي الطفل دائم مع الخادمة كيف توجهنا؟ ينفر منته ويركض الخادمه، وبعدين ياخذ اسلوبها هي، ياخذ طبعها هي، صح اي، وتكلم يعني كلامها وياخذ يعني دينها، يعني من نعم ربي يجي خادمه من نعم الله، هذه تنظف عنك، ترتب، يعني تشيل شيء عنك، تساعد في الطبخ، ما نقول مشكله، ما تشيل اشخاص ان شاء الله جمعتها. وعبده صالحه وتربت على يدك وعاملتيها بلطف ان شاء الله ومعامله حسنه، بتحسن فيك حتى في الطبخ مو مشكله. لكن ما اعتمد عليها، لكن ما اعتمد عليها في كل شيء، لا تعتمدين عليها، اي ما اعتمد عليها في كل شيء، كل شيء نقوله على عيننا وراسنا ما يخاف الا تربيتي، الا التربيه، الا التربيه تربية. اساس انت تبنين جيل يدعي يعني يقوم عليها اساس البلد، القيم والمبادئ كلها تقوم عليه، الدين الاسلامي وعقيدته تقوم عليه، تقوم على هذا. يعني متى توجهين انت؟ توجهينه طول الوقت طول النهار، والطفل معك والبنت معك، يعني شوفي بعضهم الجيل الموجود هذا كله يعني مثلا يشكي من هالبنات، وهم تربوا على يشكي اول من البنات او الاولاد، ما شفتي الحين سافرت الشغاله تربوا على الجيل راحوا معها، لانه ما يعرفون اللي هي اكيد ليه سافرت الشغاله، حزن الولد، اجل الجيل اللي طالع تربى على غلط، هذا غلط اللي تربى على يد الخدم، وش هذا وش بيصير بعد 20 سنه؟ لا يعني لفتت انتباهها هي، وكثر خير وتحيه لكل ام صراحه تبذل وتجتهد وتربي عيالها وتحرص عليهم، لا تملين والله، الناس بتاخذين ثمرة تربيتها اكيد، تحصدين ثمرتها اكيد، وما نقول ابن ادم مو معصوم، بتلقين في بعض الاخطاء فيهم، لكن معليش بالتوجيه ما شاء الله يقومون، وهم جيل ما شاء الله الان ما شاء الله، من يوم صغير تلقانا ذكي، يتقبل التوجيهات، يناقش، يسال ليه، اول ما نسال اسم امنا والله كبرنا ما نعرف وش اسم امنا، ونحسب لهم هذه غير، يعني الام والابو هذول نحسبهم غير، يعني ما نحسبهم زينا، وعندنا صغار والله نقول امي وفلانه وجدتي بسمة، يعني نقدر الام تقدير الى درجه انها ما نحسها بشر زينا، يعني اي صحيح والله لها مكانه، لها مكانه، يعني سبحان الله لها مكانه، الام غير الابو صح بعد له مقام، له اهله هيبه والله، بس الأم من يقبل مع الحاره وتقربش المفاتيح خلاص الكل يضبط مكانه، اي احسن والله، تكون كابتن عسكريين خلاص، الابو له هيبه صراحه، فلازم يعني الله يرحم امواتنا، وشلون ان ابناهم مو بالطق والصراخ، ولا من التوجيه سبحان الله، لهم قص خلاص جابوكم، لا تسوون لا تسوون كذا، نعمل هيبه لوجود الابو وهو داخل، الام تصنع هذا الجو قبل ما يدخل، ترى ابوكم جاء، ترى فلان جاء، قص خلاص لا تسوون كذا، اسكت ترى بقول لابوك، اسكت ترى بعد، صنعنا لهم هيبه، يعني ليش؟ عشان يستقر الزوج، كله من اجل انه يستقر ويصير البيت هادي ويتعلم الطفل احترام الاكبر، احترام الابو، احترام توجيهات طول الوقت. لا جاء من الرجال من الدوام، خلاص قالت ابوكم جاء من الدوام، خلاص حطته في محل غرفه ولا شيء، ان كان في التلفزيون شغلته لهم، كان في لعبه حطتها لهم، راحت هي حضرت له غداء.